När någon ringer eller skickar en rad och berättar om den alldeles speciella och personliga betydelsen av den till synes obetydliga tingesten, bilden av ett barndomshem, det enda saknade numret i en annars komplett serie av tidskrifter, eller kartongen till ett drag som länge saknat sitt original emballage. Den lyckan är min belöning. Yani عندما أحدهم يرسل لي رسالة يعبر لي عن شوقه لهذا الشيء الذي ينقصه، سواء كان طابع أو غلاف أو جزء من مجلة، هذا هو شعورها تبعه، قديش هو مبسوط، هو الجزاء تبعي أو التعويض تبعي للعمل اللي عم بكون فيه. هو شو كتب؟ وبلوتسليت فرامستود هان انت بارا سم امبرور يتان نعمة سم تهلقون. وقت سمعت أخي عم يحكي هيك ورغبته بإسعاد الناس، ما بقى بس فقط مثل أخ، حسيته مثل قديس. هيك وعم يقول هذا توماس بهذا الكتاب. المهم يعني أنا فعلا كنت اندهش بالتقنية وبالاهتمام الزائد بأنه يوصلك الشيء بأجمل ما يكون وبأحسن طريقة وبأسرع. دائما يحاولون أن يقدموا أفضل ما عندهم، وهذا شيء جميل جدا. أسأل الله أن يعلمنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم يا رب العالمين اجعلنا منهم. اللهم آمين. جزاكم الله خير.